اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي. المطبخ النهاردة مطبخ مصري. بيعجبني في المطبخ المصري كل محافظة مستقلة باكلة كده مشهورة. اخواننا في الشرقية تلاقي عندهم مثلا الحواوشي بلد معينة كده شاطرة في الفطير المشلتت والحاجات دي. بحري الكشري البحري اللي هو العدس الاصفر بالرز المصري بتاعنا. في الصعيد الكشري الصعيدي. اخواننا في اسكندريه يقول لك الكبده الاسكندراني، الملوخيه الاسكندراني، الجمبري الاسكندراني. بس في اكله بقى مشهوره جدا من ايام اليونانيين اسمها المزاليكا. المزاليكا دي مصطلح يوناني، الله اعلم اذا كان يوناني او ايا كان، ولكن الطريقه بتاعتها نفسها تفتح الشهيه، اللي هي حلويات الخروف عموما سواء اذا كان كبد وكلاوي ومخاصي، كل ده مع بعضه بياخد فلفل الوان وبصل وتوم. ولكن كالعاده الشيف المغازي له التركايه بتاعته، بتبقى فيها شويه زفاره شويه، خاصه لو كانت ضاني، فص المستكه هنا او قليل من المستكه بيمنع الزفاره اذا كانت ضاني او ايا كان. معاها طبعا العدل بتاعها شوية لسان العصفور بالجزر. أنا بيعجبني السكريات اللي موجودة في الجزر مع لسان العصفور، واخد البهارات واخد الفليفر، إذا كان حبهان ورق لورو الحاجات الجميلة، فلفل أسود. الطبق ده جميل جدا على فكرة. ولو عندك شوية شوربة في التلاجة بتاعت فراخ أو لحمة سابقا يا ريت تستخدميهم مع الطبق اللي عمله دلوقتي لسان العصفور بالجزر. السفرة بتاعتي عدلها أكيد طبعا سلطة خضرة، دي معانا يوميا من خير أرضنا. عندنا البصل والطماطم والخيار والخس، كل ده بيجمعهم طبق واحد بطريقتك انت التست طبعا والفليفر. ولكن البطيخ متحدد اقامته مع طبق جبنه ماشي بالليل كده اللطافه والجو، ولكن ناكل البطيخ سموزي او نشربه سموزي مع ايس كريم ده الجديد. الاطفال بالتاكيد هيحبوه لما ناخد البطيخ ونشيل البذر منه ونضربه في الخلاط مع ايس كريم مع تلج مع ورقتين نعناع اخضر، بالتاكيد الطعم هنا هيكون طعم تاني خالص ومختلف، والبطيخ هيروح في حته تانيه. ولو كان الايس كريم بالفانيليا بالتاكيد هيكون الطف واكتر بكتير للاطفال الحلوين. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير النهارده مع المزاليكا من المطبخ الاسكندراني لاخواننا في اسكندريه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنشوف مع بعض ازاي نعمل شويه لسان العصفور بالجزر. لسان العصفور بنعمله شوربه، نعمله طاجن، ممكن نعمله مع كبد وكلاوي، نعمله مع لحمه مفرومه زي ما انت عايزه. مقاديره على الشاشه. جزر متقطع مكعبات صغيره قد حبايه البسله تقريبا. معانا على لسان عصفور ده كيس بتشتريه من السوبر ماركت. ومعانا بصل وتوم والبهارات بتاعتنا، شويه حبهان على شويه ورق لورو، والمقادير على الشاشه تصورها بالتليفون تكتبها ورايا زي ما انت حابه. حلو، تعالوا نعمله مع بعض. اعتقد ان هو سهل، بس خدوا من الشيف المغازي التركايه. ايه هي؟ لسان العصفور بيحب الطعم وقت التحمير. انا حطيت معلقه زيت صغيره، بحط عليها معلقه زيت معلقه سمنه كده حلوه عشان يبقى طعمه حلو. نار شديده، بنزل بلسان العصفور يتحمر، اللهم صل على النبي. واعمل شويه حلوين كده عشان ادي الجارت طبق حلو، صله الرحم، طبق رز بشعريه، شويه لسان عصفور، رز بلبن، مهلبيه، المزاليكا اللي انا عاملها دي في طبق حلو كده وتصبحي على جارتك. صله الرحم وجبران الخاطر مطلوب حتى لو بطبق حلو. هنقلب لسان العصفور بقى، احنا شغالين كده اهو، التحميره دي مهمه اهو، ياخد لون، ولما ياخد لون هيبقى مفلفل عكس ما انا احط عليه الشوربه او احط الجزر وهو لسه ما خدش لون، ممكن يعجن منك اهو. ده لسان العصفور اللي احنا ممكن نعمله ريزوتو، وعملناه قبل كده يوم الاربع اللي فات. حطيت حبهان، حطيت ورق لورو، حطيت قرنفل، حمر كده وانا شغال، ياخد لون لسان العصفور وهو بياخد لون يا عم الشيف. بننزل في النص كده ببصلايه ناعمه، ده الجديد بقى اهو، دي البصلايه اهي، شفت الجو ده كده، بصلايه مفرومه ناعم ما تبانش تدي طعم. سيبها كده تتحمر واحنا شغالين مع بعض اهو زي الفل. بتجيب الجزر ده تقشريه، يتقطع مكعبات صغيره بالشكل ده كده. البعض بيحطه مبشور، انا مش بحبه يتبشر لان لو اتبشر بيبقى تايه ما بين لسان العصفور، يفضل يتقطع كريهات صغيره كده.
بيبقى شكله لطيف مع لسان العصفور. بننزل بالنعناع ده كده والروزماري ده كده في قلب لسان العصفور وهو بيتحمر. شفت الجو ده كده فليفر ده، ده طعم ده. ده ما بقاش لسان عصفور، بقى ايه؟ موسوعه علميه طهويه، خبره طهويه. طعم هنا بيتغير. حلو، زي ما انا شغال كده زي الفل. البهارات بتاعتنا اللهم صل على النبي، معانا شويه بابريكا، شويه كركم صغيرين، شويه فلفل اسود، شويه ملح، مع لسان العصفور يتحمروا كده اهو زي الفل. ونقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. المزاليكا في الفرن، انا مش قلقان، انا عايز احمرها من فوق. الخضار خد الصدمه الناريه، المزاليكا بتستوي، وبعد كده بينزل الصوص، بينزل البهريز، بينزل الطعم مع الخضار بتاعي. هنقدمها لحضراتكم دلوقتي. ادي لسان العصفور بتاعنا بالشكل ده كده. ننزل بالجزر اهو، ده الجزر بتاعنا متقطع مكعبات. يا نعم، حاضر يا فندم، هقول حالا دلوقتي، هقول بس بعد ما اشم الريحه الحلوه دي كده يا فندم. ايه الجمال والحلاوه دي؟ دلع يا شفيق. لسان العصفور مع الجزر، خلص الكلام، ما فيش هنا لسان عصفور خلاص. الجزر هنا له شخصيته. زي الفل. نظبط الطعم. بس قال لك اتقل على الرز لما يستوي. بس ايه يا عم الشيف، لازم يغلي، لازم يبكبك قدام عينينا كده، ونوطي عليه النار. الطعم ده كده نسيبه. الفراخ المحمره ليها طريقتين، يا اما نخليها ونقطعها ونحمرها زي ما هي في صينيه في الفرن مع شويه بهارات حلوين من الحبهان والورق اللورا والمطحون مع الفلفل الاسود. الطريقه الثانيه بنجيب الفرخه سليمه زي ما هي ونقطعها لثمان قطع ونتبلها ونحطها في صينيه مع بطاطس مكعبات، وتبقى الفراخ متحمره مع صينيه بطاطس. الطريقه الثالثه، ودي طريقه امي رحمه الله عليها، كانت تسلق الفراخ وبعد ما تسلقها تشيل الفراخ من قلب الشوربه وتحمرها في قلب الصينيه وفي قلب الطاسه مع معلقه سمنه بلدي. ما اقولكيش لسه ريحتها لغايه دلوقتي عايشه القصه دي كلها، خلي بالك. تعالوا معايا شوف الاخبار. لسان العصفور بيستوي على النار، هنسيبه كده علشان مخرجنا بيحب يتفرج على الصوره الحلوه. نغرف لسان العصفور بتاعنا الحلو ده كده. هو ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ والله انت مش حابب ممكن تاكل معاها رز ابيض حسب الرغبه يعني، بس انا حبيت الجزر النهارده مع لسان العصفور. الطبق ده الاطفال هيحبوه، كبار السن. اللهم صل على النبي اهو. يلا لسان العصفور بالجزر. هنا شخصيه الجزر اقوى من لسان العصفور، خد الفليفر بتاع الحبان، الورق اللورو. عندك شوربه في التلاجة طلعيها، شوربه لحمه مسبقا، شوربه فراخ، ما عندكيش لا ده ولا ده، استخدمي ميه عادي. شيف المغازي هيعمل تركايه دلوقتي حلوه، اتفرجي عليها اهو وانا شغال زي الفل. هتعمل ايه يا شيف؟ اهو واحنا مع بعض كده واحده واحده. المزاليكا بتاعتنا طالعه من الفرن، وفي مثل يقول لك من جور السعيد بيسعد. صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. هو ده المطبخ، دي الرؤيه، ده الفن والابداع. يرجع التاني مكانه. الف هنا وشفا. تعالوا مع بعض نعمل سموز البطيخ بالايس كريم. لا جيب لي الحاجات الحلوه دي. فينك يا شفيق؟ فين فين ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ اهو ده. ايه ده؟ شفت التركيه اللي انا عملتها؟ اقولها تاني. خدت من المزاليكا شويه حب، نزلت بيهم على لسان العصفور بتاع اللي بالجزر. ايه شويه الحب دول يا شيف؟ علشان اللي مش متابع معانا ومش مركز معانا، البهريز اللي نزل من المزاليكا في قلب الصينيه بالخضار خدته ونزلت بيه على لسان العصفور بالجزر. شفت المزاليكا مع الخضار؟ ايه الحلاوه دي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده. الف انا وشيف. تمام، حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرت اخش المطبخ المصري بخفه دم مصريه عينيا اهو. حلو،
مهم جدا وانت بتخش المطبخ، عايزك يعني ايه، اي نعم بتبقى اكلت الاكله دي من ايد والدتك من ايد حماتك، الزمن الجميل طبعا احنا كلنا عارفين، ولكن انا دايما مع ست البيت ان هي تضيف لمساتها في الطبق، حتى لو كان ضاجر باميه باللحمه الضاني، مره تحمري الباميه، مره انك انت تحطي الباميه ني في ني، عيني حاضر، ولكن المزاليكا النهارده قدمتها بشكل جديد بطريقه جديده، الكاس كده زي الفل اهوت، الف هنا وشفا، طبعا الايس كريم باين كده حاجه حلوه، بنشوف بعض المحلات بيبقى طالع بشكل كده لطيف وحلو. لا مش لازم نحط صوص فراوله، ما ينفعش صوص الفراوله هنا هيضيع طعم البطيخ، خلي بالك عينيا يا فندم اهو، اللهم صل على النبي. كل الليله دي والمنيو الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، على فكره عجبني حاجه واحده بس للامانه، يعني صحن السلطه اللي انا عملته اللي هو سلطه الخس بزيت الزيتون مع البصل مع فص الثوم مع النعناع الاخضر، حاجه لطيفه وجميله بتساعد على الهضم. والتركيه ان الجديد هنا خدت البهريز اللي نزل من المزاليكا نزلت بيه على الكبده، يمكن حضراتكم شفتوها، وقلبت لسان العصفور، خدت من طعم المزاليكا، اصبح في انسجام دلوقتي على السفره بتاعتي، والمطبخ النهارده مطبخ مصري ولكن بطعم تاني كالعاده من الشيف المغازي، له لمساته وله تركاته اللي بتحببنا في المطبخ وتخلي كل البنوتات الحلوين واللي متجوزين حديثا يخشوا المطبخ يعملوا اكل لازواجهم ولاسرتهم. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.